كرس نفسه للرب يسوع منذ نعم صغره، وكان أمينا في كرم الرب، يفلح وهو يعمل ويعرف أن الله يعمل فيه لما ينفع المؤمنين. بعد كلمة أخينا المطران لا كلمة بعدها، ولكن من الواجب أن أعزي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء أبرشية غربي الولايات المتحدة. أعزي أولا أبرشية بيروت التي خدمها لمدة فترة طويلة من الزمن، وأعزي أهله وأقاربه وبمقدمتهم المدفون المعروف الحبيب أوجين، الذين هيئوا له جوا مناسبا يليق بحضر جليل وبشيخ أحبارنا، وتعبوا معه. كافأكم الرب المكافأة الحسنة في ملكوت سماوي. أما لنيافته فكانت بيني وبينه مودة خاصة، محبة خاصة أبوية، فأطلب منه أن يذكرنا أمام عرش المسيح، حيث يكون مسكنه مع القديسين والأبرار الذين أرضوه في حياتهم الأرضية. واليوم هو يفرح بعد أن زفته الملائكة لتضمه إلى زمرة القديسين الأبرار. ففي هذه الأرض ونحن عضو من أعضاء جسد المسيح المقدس، كل واحد من أحبار الكنيسة يكون قدوة صالحة، ليس فقط قدوة صالحة بل يكون مثال المسيح بين أبناء أبرشيته. فتعلم منه كهنته التواضع، لأنه كان متواضعا في حياته، كان ذا أخلاق سامية، إدارة رزينة، وإن كان قد قرر شيء فإنما بروية وصبر كان يقرر. هذا ما عرفته أنا كحبر مقرب منه لفترة زمنية عندما كنت معاونا بطريركيا في دمشق، فأهببته لا لشيء إنما لأنه كان أمينا لكنيسته، فقد قدم الكثير لها، لأنه كان عالما من علماء أبرشيتنا وكنيستنا السريانية الأرثوذكسية في بيروت، وكان أميرا من أمراء هذه الكنيسة، وهو بحق كان بلبلا غليدا في هذه الكنيسة، عرف بأخلاقه السامية، بعلمه العالي، بإدارته الرزينة، بثقافته العالية، وكلنا نعرف هذه الخصال الحميدة فيه منذ زمن بعيد. فأكرر تعازي الحارة لأفراد هذه العائلة الكريمة، عائلة برصوم أو منوفر بالأحرى كما أعرفها أنا، وأحر التعازي لإمام أحبارنا قداسة البطريرك ماراناطيوس أفرام الثاني، الذي كرمه كما قال نيافته، فهو يحق له بل يستحق هذا التكريم. كما أننا نقرر التعازي لإخوتي الذين هم أيضا كانوا له أخوة مجاهدين في عمل الرب في كرم الرب، كل أحبار الكنيسة المقدسة، ولكننا نفرح بأنه انضم إلى زمرة القديسين. ها
هذا هو فرحنا وهذا هو أملنا وهذا هو رجاؤنا، فله الرحمة الواسعة، طالبون منه أن يذكرنا أمام عرش المسيح، وليكن ذكره مؤبدا دائما. آمين. روح قديس وحضور شريفتي يقول الكتاب المقدس: انظر إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. ربنا يريدنا دائما أن نبلش بالإيمان وأيضا ننتهي بالإيمان، عشان هيك يقول نهاية السيرة لازم تكون على مثل علامة الثبات في إيمان. ونحن اليوم لما عم نتوقف الوقت والموقف هذا نودع حبر جليل كان معلم بالإيمان، كان ثابت في إيمان، وإلى آخر لحظة إذا أردنا أن نذكره هو كان موجود في إيمان في الرب يسوع. ورغم يسوع أعطانا علامة شلون نعرف من الإنسان هو في إيمان، وقال انظروا إلى ثمارهم، من ثمارهم تعلم منهم، وثمار الإنسان تدل عليه هل هو شجرة فيها أوراق فقط ولا شجرة فيها أوراق وأيضا ثمار. أوراق رح تكون الشكل الخارجي، ولكن الثمار رح تظهر الداخل أشكال فيه، وهذا هو المهم اللي رح يحتاج ربنا أنه يشوفه فينا. لما نقول المطران أفرام ورسوم، دائما أي شخص نذكر اسمه أمام الناس يظل يكون في انطباع معين للوهلة الأولى. لما نذكر اسم المطران أفرام ورسوم دائما انطباع الأول يجي ببالنا وجه بشوش ضحوك، إنسان صاحب نكتة طيبة، صوت بلبل غريب يخلي النفس تنتعش لما تسمعه يصلي، لما تسمعه يقدس، طيب المعشر تقعد معه ترتاح نفسيا، يعطي راحة نفسية. لما يذكر اسمه تذكر انه شاعر سرياني عنده نفس طويل بالشعر، بلش بقصيدته فما تحس بالملل، بس كمان نفس طويل طويل، وهذا امر صعب هو انه نشوفه ايضا في الناس اللي يكتبوا الشعر. تذكر مطعم فان برسون، تذكر الأناقة والشكل الحلو والنظافة، تذكر مطعم فان برسون في الكنيسة، تذكر طلبة هي، طبعا طلبة هي. أنا كراهب مدة 15 سنة كسكرتير مع سيدنا البطريرك المرحوم المثلث أبا حماد مارناطو الزكي أول عواص، كان بحكم عملي في السكرتارية كنت دائما أروح معه إلى مطرانية بيروت عند سيدنا أفرام، وعلى المنابر أحيانا في الخطابات الإنسان يقول ويطلب صفات يمكن ما يكون محضر لها، بس وقت يطلب صفة الشخص في الجلسات الخاصة ويردها دائما معناته يكون يعنيها. وكان سيدنا زكا لما يذكر المطران أفرام يقول عنه المطران النبيل، كانت هاي الصفة اللي دائما يطلقها عليه، يقول المطران النبيل، وهاي دائما مو مرة مرتين، هاي دائما لما كنت وقعد أنا معه وفسر دائما يحكيه يقول هذا هو المطران النبيل، هذا هو الصديق السر. كان يلعبني أحيانا لعنده حتى وصل ورد، كان يقول لي كل الكلمة الفلانية، أنا أقول إيش معناته؟ يقول أنت معني ما خصك، أنت بس كله هي، أروح أقول له هي أشوف المطران أفرام فهم وضحك، تمام بس أنا ما فهمتوش. كانت يعني هي رموز بينات الصداقة، أنا ما فهمتها. وقت نطلع عند ربنا إذا سمح رح نكشف ربنا كل أسرار، وما رح نزال أسرار لبينات رح يكشف لنا هي هالكودات اللي كانت موجودة. كانت علاقة خاصة جدا بين وبين المرحوم سيدنا زكا عباس. نحن اليوم خسارتنا كبيرة هي في الكنيسة، نفرح أن ربنا أعطانا شخصية مثل شخصية سيدنا أفرام حتى نحن الجيل الصغار نرى ونقتدي ونتعلم. نحتاج إلى من يبدأ بإيمان وينتهي بإيمان حتى نقول مهما كثر الشر ومهما كثر الضيقات لا يزال في ناس يقفون في الصدر من أجل الرب، من أجل كلمة ربنا، من أجل الإيمان، من أجل الفضيلة، من أجل الحياة الاستقامة. فيضافي عندنا أمل أنه ربنا بروح القدوس يشتغل في كل الأزمنة ومهما كانت صعبة، ويضلوا هالأشخاص يفرجونا قوة روح القدس ويفرجونا صورة ربنا يسوع فيهم، فهن يكونوا فيهم رائحة المسيح الذكية، عطر عم يطلع
إلى السماء وأيضا بين الناس نشتمها الرائحة، تقول لا يزال الرب يسوع موجود في العالم، موجود في الكنيسة وخارج الكنيسة من خلال الناس عم يقتدوا فيه ويمشوا رافضين الخطية ثابتين في إيمان عم يشروا عطر الفضيلة بين الناس. نشكر ربنا أعطانا هذا الحمر الجديد، نشكر ربنا لأمد بعمره إلى ما فوق 80 حتى تشوفوا أجيال كثيرة، حتى تضل تعرف أنه الكنيسة موجودة وفيها ناس أتقياء. نحن اليوم أحبائي عم نودعوا، نحزن على فراقه، ولكن السماء تفرح لأنه عم بنزف لها أحد أبنائها وانضم إلى الرب يسوع بانتظار اليوم الأخير. في اليوم الأخير الشخص اللي كان غير مستقيم مع ربنا هو مرعوب اليوم الأخير، بس الشخص اللي كان مستقيم مع ربنا ينتظر برجاء وفرح اليوم الأخير لأنه مؤجل الأكاليل والمكافآت إلى اليوم الأخير. بولس الرسول في انتظار ذاك اليوم كان يقول أشتهي أن أنطلق لعند ربنا ولكن أبقى في الجسد أنزل من أجلكم، بس كان عنده اشتهاء. واليوم ربحته السماء وهو في أحضان الرب يسوع، ونحن أيضا نصلي أن تكون أيضا نهايتنا نكون ثابتين في الإيمان، وتكون سيرتنا عندما أحد يذكرنا نحن أيضا أنه كنا ثابتين في إيماننا في ربنا يسوع، وحياتنا كانت تثبت أنه كان في ثمار فضيلة في حياتنا. فصرناه ربحته السماء، ولكن رح يضل ذكره موجود، وإن مات ولكنه يتكلم لا يزال في سيرته يتكلم، ورح نضل نحن نذكره وأيضا نذكره للآخرين. نقول الكنيسة كان فيها شخص تقي، شخص طيب، إنسان دائما كان يهمه أولاد الله أن يكونوا موجودين في حالة روحية صحيحة. باسمي وباسم الرشيد كندا نقدم التعازي الحارة. هو شيء لدينا بعض مرة ناقش أفران الثاني، نقدم التعازي لنيافة المطران مارديونوسيوس جان بواق المعتمد البطريركي الرشيد مهم. نقدم التعازي أيضا لسيدنا مارك ليميس أو بقبلان للمجمع المقدس. تعازي نقدمها أيضا لأبرشيد بيروت التي خلقها بكل محبة وكل تفاني، وأيضا التعازي القلبية الحارة لأن جميعا وخاصة للعائلة الكريمة بشخص الملفون الحبيب ملفون أوبين اللي أيضا له خدمة كبيرة في الكنيسة، ولما نشوفه أيضا نتذكر سيدنا أفرام ونتذكر هالأخلاق النبيلة. ربنا يعزيكم جميعا ويسكب نعمة العزاء والصبر والسلوان على جميعكم أحبائي. احنا هديما إعيتو زينيتو يد اتحسيو مع حسيدة أرابي دزي ماسولة بعيتو دم بعيتو غلبي حسيو كتيو اشمي غلبي باسيمو ومن مدرترو حسيانو ودع مطريقة دي شوفو مطري فوتو صحيحيتو مذكر غلب بيدوني بعيدة. احنا دي محزينو ينا بس إيش ما يوصيح حيثو يهما لاخر صيحو يني دزي وحسيانو مور أثناسو سفرين بارسو ياسق سمور ريدي. نحن معزينا أنو شيلك معزينا سيد نفط ريخوت معزينا يبرشيد بيروت تخدمو لي لشنا يا ريخي، ومعزينا استيو عامو سريويو وآلو استي وبين الرحمة بسكوفو مور أثناسو سفرين بارسو grant that he may become slippery and unrestrainable by that those powers and hosts of enemies who lie in wait in the air to wage war against the souls of man, bring him save to the heavenly abodes of light and exaltation among the saints, so that rejoicing and exceedingly glad, he may offer you glory and give thanks to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever. Amen. والبوس ومدعم قديش
نرشون زادي قدرة زادي قيشب هم وهالي لويا وهالي لويا في كل دار العبد ولوتا في خبا وتمشي حب إلا ترون قيشب يوم وهالي لويا وهالي لويا خدو توهد الهال ابن الهم Hello.
back, 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 back.